السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، والبداية من الصحافة المحلية ونستهلها من صحيفة اليقين الأسبوعية. في أبرز عناوين صحيفة اليقين لهذا اليوم، مجلس رئاسي بإعلان دستوري، الحوثيون يتهمون السعودية وبن عمر والإصلاح بإفشال الاتفاق النهائي، ناصر يعني علي ناصر محمد في الطريق إلى صنعاء، ومنصور أي عبد الرب منصور هادي إلى واشنطن، إغلاق مقرات المشترك والإصلاح والاشتراكي، ثورة الشباب على الأحزاب، ناصر هذه شروطي لتولي الرئاسة، المخلافي استقالة هادي كانت تحت الإكراه، زيد ترقبوا الاتفاق النهائي قريبا، شعار جديد للحراك التهامي، يا حوثي بوك بوك تهامة مش حق أبوك، هذا بال مفكر سعودي يكتب عن اليمن، جيراننا الدواعش. أبرز عناوين صحيفة الشارع اليومية، الحوثي في القصر الجمهوري، اليمن تدخل مرحلة خطيرة بإصداره إعلانا دستوريا خول فيه نفسه قيادة البلاد. صدر الإعلان في حفل أقيم داخل القصر الجمهوري بالعاصمة بحضور أبو علي الحاكم ويحيى الحوثي ومحمد الحوثي. حضر الحفل قادة عسكريون وأمنيون ومسؤولون على رأسهم وزير الدفاع والداخلية ورئيس الأمن السياسي. الإعلان الدستوري حل مجلس النواب وتشكيل مجلس وطني انتقالي بديل عنه، مكون من 551 عضوا وحكومة جديدة وفترة انتقالية من عامين، مجلس الرئاسة من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخابهم اللجنة الثورية. المؤتمر يقول إنه يتابع باهتمام بالغ التطورات، والإصلاح ينتظر تشاور، والاشتراكي يعتبر ما جرى خطوة انفرادية. الحوثيون يقتحمون مقر أخبار اليوم ومطبعتها ومنزل رئيس تحريرها، 4 قتلى و7 جرحى في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت مبنى إدارة أمن الضفة بالبيضاء، خطيب جمعة الحراك في عدن، المقاومة يجب أن تتكون الآن ليدافع الجنوبيون عن أنفسهم. صحيفة الصباح الجديد أبرز عناوينها، القائد الميداني للحراك التهامي عبد الرحمن شوعي لصباح الجديد، تهامة محتلة منذ عام 1928 حتى اليوم، وفترة حكم الحمدي هي العصر الذهبي، هادي سيغادر أمريكا للعلاج، عبد الملك الحوثي يستعد لإعلان تشكيل المجلس الرئاسي، وبن عمر يحذر من حرب أهلية بعد نهاية المهلة، اليمن إلى أين؟ طبعا هم تم إصدارها الظهر قبل إعلان الانقلاب الحوثي. في أبرز عناوين صحيفة الأولى، حاكم أعلى، وهنا صورة محمد الحوثي، محمد علي الحوثي الذي سمته الجماعة في إعلانها الانقلابي برئيس اللجنة الثورية. مصادر الأولى، الصبيحي حضر فعالية الإعلان الدستوري بإرادته، والمرجح أن يتولى رئاسة مجلس الرئاسة. اللجنة الثورية تعلن تشكيلة اللجنة الأمنية لإدارة شؤون البلاد برئاسة الصبيحي. صحيفة الجمهورية طبعا من الواضح أن عناوينها انقلابية بالمعنى التام، إعلان دستوري ينظم إدارة المرحلة الانتقالية، أي ما يعني أن صحيفة الجمهورية باتت مختطفة كصحيفة الثورة، لذا نعتذر أيضا عن قراءتها ولو أننا قرأنا الإعلان الأول. صحيفة اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق، إعلان دستوري ينقل السلطة للجان، المؤتمر وحلفائه في انعقاد دائم، أمريكا ترفض والأمم المتحدة تعبر عن قلقها، تفاصيل انهيار المفاوضات في لحظاتها الأخيرة، تشكيل اللجنة الأمنية العليا برئاسة الصبيحي. وهنا بعض الأسماء، خليط ما بين قيادات حوثية وقيادات عسكرية موالية أيضا للحوثي. صحيفة الأولى نعتذر أيضا عن قراءة عناوينها، صحيفة الثورة عفوا.
مشاهدي الكرام، هذه أبرز عناوين صحافة اليوم الصادرة في هذا اليوم من الصحافة المحلية. أما الصحافة الإلكترونية نتابع هذه العناوين. الصحوانت صنعاء تتحدى الحوثي وتخرج في مسيرة حشدة رفضا للانقلاب والإعلان الدستوري. توكل كرمان، الحوثي يعلن بداية النهاية لحركته الفاشية المسلحة. الخبر، مسؤول سعودي: ما حدث في اليمن مسرحية هزلية والرياض ستحدد موقفها من إعلان الحوثي. الشيخ بن هذال: مأرب مقبرة الحوثيين وسنحرر صنعاء وصعدة وعمران من الاحتلال الإيراني. نيوز يمن، التنظيم الناصري: الإعلان الدستوري انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية. المشهد اليمني: مجلس الأمن يهدد بخطوات أخرى في اليمن إذا لم تستأنف المحادثات ويفرج عن الرئيس فورا. مصدر سعودي: وزراء خارجية الخليج سيقرون في اجتماعهم المقبل سحب سفرائهم من اليمن. المصدر أونلاين: متحدث الإصلاح: لا شرايا لما قام به الحوثيون ونأمل من حزب المؤتمر موقف وطني سبتمبري. مصدر: وزير الدفاع الصبيحي في خطر منذ اختطافه من منزله يوم الخميس من قبل جماعة الحوثي. في الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. القدس العربي: اليمن انقلاب حوثي يستولي على الدولة، ووضع اللجنة الثورية تشكيل مجلس رئاسي وحكومة ورسائل تهديد لدول الجوار. تنسيق يومي بين حزب صالح والحوثيين. البيان الإماراتية: الحوثيون يستكملون الانقلاب بإعلان دستوري. فترة انتقالية من عامين وحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني يناط به إعلان هيئة رئاسية. الخليج الإماراتية: الحوثيون يستكملون الانقلاب ومجلس شباب الثورة يدعو للمقاومة. وزير الدفاع اليمني قهر على حضور مراسم الإعلان. المدينة السعودية: اليمن الحوثيون يشكلون مجلسا رئاسيا ويحلون البرلمان ويمنعون سفيري بريطانيا وتركيا من مغادرة صنعاء. اليمن رفض شعبي وسياسي لانقلاب الحوثيين. عكاظ السعودية: اليمن ينتفض ضد الحوثي ويعلن رفضه للانقلاب على الشرعية. المتحدث باسم الحكومة اليمنية المستقيلة: الانقلابيون يتحملون مسؤولية الفوضى وإيقاف عمل الدولة. دول الخليج تدعو إلى دور دولي أكبر في أزمة اليمن. القبائل اليمنية تطالب المملكة ودول التعاون بعدم التخلي عن بلادهم. الحوثيون يجبرون وزير الدفاع على حضور الاجتماع بالقوة. الشرق الأوسط: من قلب القصر الجمهوري، الحوثيون يستكملون الانقلاب. مظاهرات احتجاج في صنعاء ورفض عدن وحضرموت ومأرب للإعلان الدستوري. واشنطن ترفض الإجراءات والأمم المتحدة قلقة للفراغ السياسي. الحوثيون ينهون عهد هادي بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني يختار مجلسا رئاسيا. اللجنة الثورية تدير وتصادق على كافة الإجراءات خلال الفترة الانتقالية. الشارع اليمني يشتعل رفضا للإعلان الدستوري. استنفار في مأرب وصمت سياسي وألعاب نارية للمؤيدين. حملة اعتقالات في صفوف المعارضين. وخبراء أجانب رتبوا لإدارة المرحلة الجديدة في اليمن. مصادر: علي ناصر يخطط للقاء بن عمر والسفارة اليمنية في الخارج في حالة ارتباك. محافظ مأرب: الحوثيون استكملوا الورطة بالإعلان الدستوري. تفاصيل التنسيق اليومي بين حزب المؤتمر وجماعة الحوثي كشفت عنه صحيفة القدس العربي. نتابع التفاصيل.
قالت مصادر يمنية أن حزب المؤتمر الشعبي وجماعة الحوثي يقومان بإجراء حوارات يومية لتدارس خطة للخروج من الحالة السياسية الحالية. وأضافت المصادر أن عرف الزوكا الأمين عام لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأبو مالك يوسف الفيشي القيادي الكبير في جماعة الحوثي التقيا أكثر من مرة في العاصمة اليمنية صنعاء وفي محافظة صعدة للوصول إلى صيغة للتحالف الاستراتيجي بينهما خلال السنوات القادمة. وكانت ولتسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها معنا عبر الهاتف الصحفي عبد الحكيم هلال مدير تحرير صحيفة المصدر. مرحبا بك أستاذ عبد الحكيم. إذا ما تحدثنا عن عناوين صحافة اليوم، أبرز عناوين صحافة اليوم يبدو أن أكثر الصحافة التي تصدر اليوم بعد أن تم إغلاق أخبار اليوم وأيضا صحيفة المصدر ستصدر غدا، لكنها في الحقيقة الكثير منها تؤيد ما قام به الحوثيون من إعلان دستوري. ما قراءتك للإعلان الدستوري الذي صدر عن الحوثيين بالأمس؟ الإعلان أنا لا أستثير تسميات إعلان دستوري على اعتبار أنه أعلن من قبل ميليشيا رفضت حتى يوم أمس أو حتى اليوم أيضا أن تعلن انقلابها الصريح على الدولة حتى تتمكن من تقديم إعلان دستوري باسمها. لا يجوز أن نطلق إعلان دستوري تقوم به ميليشيا من خارج السلطة وترفض أن تتولى السلطة بشكل واضح وصريح. أنا أعتبر ما يسمى بإعلان دستوري أولا أنه إعلان حرب على نفس جماعة الحوثي بشكل واضح، فما قامت به يوم أمس هو انقلاب صريح على السلطة من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بإرغام نفسها أو بفرض نفسها كمتولية لشؤون الدولة على الشعب. وبالتالي نلقوا من عدم التعامل مع هذا الإعلام بردود الفعل المتوقعة، لأن هناك مخطط، ربما هو أيضا هذا المخطط يتم التعاون أو التخطيط فيه مع جماعة الحوثي من قبل دول عالمية معروفة بتواطئها مع جماعة الحوثي. يراد أن تدخل اليمن في حرب طاحنة، وكان يوم أمس الإعلان هو إعلان لهذه الحرب التي يراد لها أن تحدث في بلادنا وتدمر ما تبقى من مقومات الدولة وما تبقى من ثورة شعبية لاسترداد مقومات الدولة التي فقدت منذ سيطرة الحوثيين في 21 سبتمبر على السلطة، وتكللت بانقلاب 19 يناير، والآن تم استكماله بيوم أمس الإعلان المسمى بالإعلان الدستوري. كيف تقيم ردود الأفعال سواء المحلي أو الدولي؟ واشنطن يعني تستنكر حل البرلمان بين والأمم المتحدة تبدي قلقها من الفراغ السياسي وغيرها، يعني كيف ترى ردود الأفعال سواء المحلية أو الإقليمية والدولية؟ هذا ما كنت أتحدث عنه قبل قليل، لكن بشكل تفصيلي أكثر نلاحظ أن مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بل ودول الإقليم أيضا أنها منذ سيطرة الحوثيين أو منذ اجتياحها العاصمة صنعاء في بداية الانقلاب في 21 سبتمبر نجد أن مواقفها كانت غير المواقف المفترضة لمثل هذه الأحداث. بمعنى آخر، كان موقف الأمم المتحدة أيام السلم في 2011 و2012 و2013 كان موقف حازم وشديد لدرجة أنه أصدر قرارات دولية بشأن اليمن، وكان يرمي من خلالها إحداء الضغط على القوى السياسية للانصياع لرغباتها. حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي يشاهد الجميع ويعرف أنها مرحلة انقلاب واضحة، أولا على مبادرة خليجية، ثم على مخرجات الحوار، ثم على اتفاق التنمية المشتركة وبقية الاتفاقات الأخرى. انقلاب واضح أمام العالم، إلا أننا لا نلاحظ ذلك الحجم الذي كانت فيه الأمم المتحدة والدول الإقليم والدول العالمية اللي الممثلة بالدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. نلاحظ أنها تعلن عن قلقها وتحشف
وتطالب بمواصلة الحوار، أي حوار الآن تطالب بمواصلته بعد أن حدث الانقلاب وما يسمى بالإعلان الدستوري الذي فرض الآن جماعة الحوثي كحاكم فعلي وصريح على الدولة وغصبا عن الشعب. يعني أفهم من كلامك أن الأمم المتحدة وأمريكا على تواصل وتواطؤ مع تحركات جماعة الحوثي الانقلابية. بالنسبة لأمريكا الأمر كان واضح من تصريحات المسؤولين الأمريكيين وبينهم مساعد وزير الدفاع الأمريكي وبينهم ضابط كبير في الاستخبارات الأمريكية لديهم تواصل مع جماعة الحوثي منذ ما قبل 19 سبتمبر وهو بداية الانقلاب الحقيقي وما بعده، وأيضا ما بعد 19 يناير ظهرت تصريحات أمريكية بأن لديهم تواصلات استخباراتية وتواصلات وحوارات مع جماعة الحوثي. الأمريكا بشكل واضح لا يهمها إلا أمر واحد وهو محاربة تنظيم القاعدة. الحوثي سوق نفسه لدى أمريكا ولدى الغرب بأنه القادر على محاربة تنظيم القاعدة في اليمن من خلال اتهامه أنه لا يقوم بأي عمليات إلا لمواجهة الدواعش والقاعدة، وبالتالي ثقة أمريكا فقدت تماما من الجيش ومن النظام السابق في محاربة القاعدة ورمت كل أوراقها لجماعة الحوثي التي تشعر بأنها ستستطيع عبرها أن تنهك تنظيم القاعدة وفي نفس الوقت ألا تخسر أمريكا أي جنود على الأرض وألا تتعب نفسها في دعم الجيش اليمني الذي توقف عن محاربة القاعدة. هذا من ناحية الجانب الأمريكي. من ناحية الأمم المتحدة الآن نعرف أنه جمال بن عمر هو مندوب الأمم المتحدة، لم نسمع منه أي تنديد أو حديث عن انقلاب قامت في جماعة الحوثي منذ 21 سبتمبر وحتى اليوم. نجده يتحدث عن أمر واقع، مندوب الأمم المتحدة يتحدث عن أمر واقع بقوات السلاح، يعني وكأنه يطالب اليمنيين أيضا بفرض أمر واقع بالرد على جماعة الحوثي عبر السلاح. ليروا بالأخير هذا التصارع تحت إجراء الأمم المتحدة من سينجو ومن سيحكم في النهاية بعد الدخول في حرب طاحنة. يعني أن القرارات، قرارات مجلس الأمن وماراثونات الحوار التي قادها جمال بن عمر، ما هي إلا خدعة لليمنيين لتمكين الحوثيين من السيطرة على البلاد. تستطيع أن نقول هذا الكلام بشكل واضح وصريح من خلال تصريحات بن عمر الذي أعرض عن أسفه للإعلان الدستوري الذي قامت به جماعة الحوثي. بن عمر اجتمع بالصحفيين قبل 3 أيام باجتماع خاص وطلب عدم نشر هذه المعلومات، وقال من ضمن الاجتماع بأن الدول في مجلس الأمن طلبت منه رفع التقرير بالذي حدث في اليمن هل هو انقلاب أم لا، وقال بصريح العبارة أنه يرفض أن يرفع تقرير بأن الذي حدث هو انقلاب. ماذا نسمي ذلك؟ الصحفي ومدير تحرير صحيفة المصدر عبد الحكيم هلال، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الصحفي محمد عبد العبسي، وعلى صفحتي في الفيسبوك دعا إلى عدم الخوض في سفاسف الأمور مثل أسماء الحكومة وأسماء أعضاء مجلس الرئاسة بعدما يسمى بالإعلان الدستوري والتفرغ للعمل الثوري ضد الانقلاب الحوثي. لا تنشغلوا بأسماء أعضاء الحكومة، لا تنشغلوا بأسماء أعضاء مجلس الرئاسة، لا تنشغلوا بالصبيحي وهل يمثل يحيى زيد الحراك أم لا، لا تنشغلوا بشكل وقوام المجلس الانتقالي، فالمجلس الشرعي الوحيد الذي ينبغي أن تتمسك به الأحزاب السياسية هو البرلمان وليس مجلس محمد الحوثي. هذه كلها سفاسف، والخوض في تفاصيلها بمثابة إقرار ضمني وموافقة على الإعلان الانقلابي الحوثي. نرفض الإعلان ككل، لا شرعية للجان الثورية، لا شرعية لما يسمى إعلانا دستوريا. أخطر ما ورد في البيان هو التأسيس للجان الثورية كحرس ثوري يمني، سنقاوم سلميا ولن ننجر إلى أي حمقة، هذه بلادنا ونحن أحرص عليها من عبد الملك الحوثي ولجانه. مصير التحالف الحوثي المؤتمر بعد الإعلان الدستوري من قبل الجماعة كان موضوع المحلل السياسي مصطفى راجح على صفحته في الفيسبوك، نتابع.
جماعة الحوثي أعلنت اليوم بوضوح فك الارتباط مع الرئيس السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام، وأي شخصيات محسوبة على المؤتمر ورئيسه ظهرت اليوم أو ستظهر غدا تفسر ضمن سعي الجماعة لاستقطاب أكبر قد مكن من منظومة صالح والموالين له وأتباعه وإدراجهم ضمن بنيتها الواضحة القيادة والأهداف والمنهج والتكوين وفق قرار بالانفراد الكامل بتقرير مصير اليمن. أتوقع أن يرفضوا الوضع الراهن، فهذا ما يقرره منطق المصالح والوجود والبقاء. أما في حالة قبول هذا الحال أو المراوغة إزاءه من قبل المؤتمر ورئيسه فتأكدوا تماما أنها إعلان عن الاستسلام وتعبير عن قلة الحيلة وإقرار بذوبان المنظومة التابعة للحزب ورئيسه في الزمن الحوثي الجديد. الصحفي جمال خاشقجي مدير عام قناة العرب الإخبارية عبر تغريدة له على صفحته في تويتر كتب عن أهمية دور الإصلاح للخروج باليمن من الأزمة الراهنة ومواجهة الحوثي. هذه الجولة أيضا حسمت لصالح الحوثيين، وأكرر أن القوى الواحدة والمنظمة القادرة اليوم على عمل بعض التوازن في اليمن الشمالي هم الإصلاح. عادل بن محمد الحوالي عبر تغريدة له على صفحته في تويتر كتب عن تزايد نفوذ إيران في اليمن والدول العربية وأسبابه. الحوثيون في اليمن يعملون بوصفهم ذراعا عسكريا إيرانيا وليس بوصفهم حركة سياسية تهتم بالأطر السياسية التي تصلح من واقع الشأن اليمني من الشام إلى اليمن مرورا بالعراق، سياسة واحدة بين المعسكر الغربي الإيراني سببها التفسخ السياسي العربي والتبعية المفرطة من غير هوية أو قيم. مشاهدي الكرام، ننقلكم إلى جولة سريعة في كاريكاتور الصحافة العربية والمحلية. بإمكانكم مشاهدينا الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الانترنت سهيل.net وعلى صفحة القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم، في أمان الله.